بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان اسعد الله صباحكم وطابت جميع اوقاتكم بكل خير ومحبه وسلام نحييكم ونجدد بكم أطيب التحايا وأتم الترحيب من هنا من على أرضية هذا الميدان ميدان البصير وهذا الميدان هو من أحد أفرع ميدان الشحانية الحاضر هو في هذا اليوم والمتواجد مع شعارات يا أبناء الغبائل الحاضرين والمتواجدين معها حضور هذا السن سن الحقائق ومع أول أيام هذا السباق المحلي السادس إذا حضورنا الكريم مشاهدينا ومستمعين مستمعينا في كل مكان ينطلق بحفظ الله تعالى ورعايته الشوط الثالث المخصص للحقائق البكار من مسافة الأربعة كيلو مترات هنا غررت لهذا السن وهو سن الحقائق وحضور شعارات أبناء الغبائل الحاضرين والمتواجدين والباحثين عن الناموس المميز في هذا الصباح إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا في كل مكان نبدأ وإياكم أما مع صاحبة المركز الأول وصاحبة الصدارة المتواجدة مع أول الأسماء هذه هي ريهجان الحاضرة بشعار بن جهويل حمد بن محمد بن سالم بن جهويل يتواجد وينطلق ويقدم لنا ريهجان مع أول المراكز وأول الأسماء بينما المركز الثاني يتواجد وينطلق شعار بن هدوان الحاضر والمتواجد مع ترفل الحاضرة مع ناصر بن ايضا ترافل الحاضره والمتواجده مع ثاني الاسماء لناصر بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان المري يتواجد هذا الشعار شعار الخطوط الغطرية النهائيه الحاضره والمتواجده هنا مع المركز الثاني نعم شعار الخطوط الجويه يتواجد الان ويغير مجريات الامور هذا هو شعار بن هدوان الحاضر والمتواجد والمغير لمجريات الامور المركز الثالث يتواجد وينطلق شعار بن شابل الحاضر مع ثالث الاسماء يتواجد ويقدم لنا وجود وانطلاقه صفطان الله يا بن شابل هذه هي صفطان وذكرتني بصفطان من حضرت حضور الأغوياء في العام وفي العام الواضي نعم وانتقلت ملكيتها لهجن الشحانية وهذه هي صفطان وعلم ما هذه هي خليفة صفطان الحاضرة والمتواجدة مع ثالث الأسماء والتغير إلى المركز الثاني يا سلام يا صفطان الحاضرة والمتواجدة بشعار بن شامل والدور دور الم. المركز الرابع والحاضرة هنا والمتواجدة مع رابع الأسماء هنا يتواجد مع المركز الرابع هنا هذا الشعار المميز الحاضر والمنطلق في هذه اللحظات مع هوايل لعبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الجميل التميمي يتواجد الآن وينطلق ويقدم لنا هوايل ولكن هنا كذلك الحضور والوجود من قبل وجود وحضور هذا الاسم الحاضر والمنطلق ناصية تتواجد مع علي بنحمد بنحمد بن حمد بن محمد بن أهل المرية يتواجد ويقدم لنا ناصية ولكن يعود أعود, أعود إلى المركز الأول بعدما أتممنا النداء الأول للمراكز الخمسة الأولى الحاضنة والمتواجدة في هذا الشوط ولكن يعود إلى بن هدوان ينطلق نحو المركز الأول ينطلق نحو الصدارة مع هذا الحضور المميز وهذا الانطلاق الجميل الترفل تتواجد بالشعار المميز الحاضر مع أول الأسماء 1200 يا بن هدوان يا سلام اليوم لا زالت هي البطله المتوجه بهذا الناموس المميز مع اول الاسماء شعار الخطوط الجويه يتواجد هنا ويحلق في سماء هذا الشوط يا راعي ترفل والكيلو متر الاخير الكيل المثير يا بن هدوان وصل من طفلها الان يتواجد مع المركز الثاني ويقدم لنا وجود وحضور وانطلاقه ناصيه ناصيه مع المركز الثاني المركز الثالث يتواجد هنا في هذه اللحظه وينطلق شعار المريخي مع ثالث الاسماء ولكن ترفل ترفل انطلق من هدوان نحو المركز الأول نحو الصدارة نحو البداية بدون أوامر بدون تعليمات على صوت السماعة هنا نحو الصدارة نحو المركز الأول يا بن هدوان وصل من طفلة يتواجد مع ناصية ولا كان الله 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 اترفل 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 فيها مغار يودع الفاهي يدور لا حركة صلاة على وجه النبي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن انطلقت بدون اوامر بدون تعليمات اصدرت الاوامر يا سلام يا من هدوان اللحظات الاخيره اترف النحو المركز الاول ناصيه مع المركز الثاني من طفله ومن هدوان الاخيره ولكن من هدوان من هدوان من هدوان من هدوان, من هدوان يا سلام ترفل 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 من حصلت وحضرت على هذا الانطلاق المميز اسعد الله صباحك يا ابن هدوان على هذا الفوز المستحق تهانينا والناموس لمالك ترفل الحاضره والمتوالده بحضور الاغوياء لكي تتوج بناموس هذا الشوط تهانينا لمالك ترفل ناصر بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان الغفران المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المركز الثاني لناصيه علي بن حمد بن محمد بن طفله اذا مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان شاهدنا وإياكم طلاقة الشوط الذي مضى وكان شعار بن هدوان هو البطل الحاضر والمتواجد مع ناموس هذا الشوط وتوقيت الطرف الحاضرة في هذا الصباح مع هذا الانطلاق المميز قاطعة مساء في 6 دقائق 9 ثواني و 89 جزء من الثانية تهنينا ناموس لجميع الفائزين